بتسعى على الكفايه كده على طول. لا معلش، فين الدكتوره هاله؟ دكتوره هاله ممكن الزحمه بس 10 ايام وحاجه كده. بتسعى على هذا الاتفاق النهارده مش كلام. هم قالوا كده نتكلم مع المهندسين اهو، بنسيبكم عشان نيجي ماشي. هم بيقعدونا واحنا ماشيين ورا الواحد، احنا بناخد مايك ده منهم هم بس الاول ان شاء الله باذن الله عشان المواطن يعرف ان في خدمه. ان شاء الله حبيبي انا جيت ماشي. دكتوره هاله، دكتوره هاله فين؟ دكتوره هاله زايد فين؟ دكتوره هاله زايد رنا هي اسمها رنا. رنا هي من ديز. اخبار فين الدكتور هاله المدير؟ اخبار التمريض بتاعك ايه؟ احنا عندنا توتال تمريض في المستشفى 517، عملنا سيليكشن 135 منهم. بس حاجه النهارده لما قعدت مع معالي المحافظ هنبدا نجرب في مهر مصر على اوبن هارت انا عندي فيزا لازم تضربها على الاسطره. عندنا بقى عشان عايزين نشغل لك العمليات دول، جراحه قلب وصدر وجراحه مخ واعصاب وجراحه اوعيه قلبيه. ده العدد كافي مع ان انا خفت سياده المحافظ ان الاقسام اللي مش موجوده بالفعل هنا موجوده. جراحه مخ واعصاب ما عندكش، جراحه اوعيه دمويه ما عندكش، جراحه قلب ما عندكش. كويس، هيجي لنا دلوقتي الدكتور علاء عبد الحليم من هو درجه اوعيه دمويه من عندكم. اذا قدر ان هو يوفر لي التيم من الطب بني سويف كان بيها، ما كانش انا هجيب لكم مرحله وانا هاخد التمريض ادربه لغايه التمريض. دكتوره كوثر بعد اذنك اديها الناس من عندك في ال10 ايام دول يبتدوا يروحوا يوديهم. خلاص اتفقنا؟ ماشي.